التحقنا اليوم بهذه المنطقة ديال الحوز اللي هي جماعة 30 يعقوب في منطقة تسفت دوار أغبران. دوار أغبران، يعني هذا الدوار اللي هو في الحقيقة بعيد ومكرفس مشى بالكامل، يعني تنشوفوا المنازل ديالو مشات بالكامل، والتواصل ديالنا مع الإمام ديال المنطقة وديال واحد العدد ديال الأسر داخل هذه المنطقة، تلقاو بزاف ديال الأسر اللي جاو الأبناء ديالهم كانوا يعني تيشتغلوا في مناطق أخرى، مثلا بحال الدار البيضاء أو الجديدة، ملي تيجيو تيلقاو الوالدين ديالهم والإخوة ديالهم كلهم يعني مشاو بالكامل. ولله الحمد تيسولوا على الوضعيه ديال السكن ديالهم فين بيسكنوا، وعرفنا حنا هاد المنطقه ديال الحوز كيفاش كتكون في فصل الشتاء، يعني هاد المناطق كلها تجيه وتيكون يعني بعض القارص تيكون عندهم الايام العاديه يعني الحياه صعبه، ما بالك الحال يعني اللي فقدوا المنازل ديالهم كيفاش بغي يعيشوا، وشنو هي الظروف فاش بغي يعيشوا، يعني هذا هو التساؤل اللي عندهم اليوم وهو الهم اللي عندهم. اما بالنسبه للاطعمه تيبرهنوا دائما في الازمات على التلاحم ديالهم وعلى التآخي ديالهم، وهذا يعني تيشرفنا وتيشرفنا كما اللي بغيت نسعاو نحيي جلالة الملك حفظه الله اللي عطى التعليمات ديالو السامية للمستشفيات والكلينيكات داخل مدينة مراكش والجميع المصحات انهم يحاولوا يستقبلوا المرضى ويتعاملوا معاهم بالمرونه والتعليمات ديالو، يعني في مساله الايواء والاغطيه والمروحيات اللي تنشوفوهم يعني تيمشيو المناطق الطوموبيل، حنا ما حاولناش نوصلوا لها ما قدرناش نوصلوا لها، يعني وصلنا لهذ البلاصه من وراء هذ الدوار كاينه البلاصه اللي وقعت فيها البؤره، يعني مازال ما قدروش حتى حد يوصل لها الا يعني الهليكوبتر هما اللي تيمشيو ليها وتيحاولوا يجيبوا دوك الجرحى وتيحاولوا يجيبوا الضحايا وتيحاولوا يوصلوا المؤونه لهذوك الناس. وعاود ثاني بالنبره عن هذا اصلا دابا درنا لك بالتمباشر شعب عظيم، المغاربه شعب عظيم تيبرهنوا دائما في الازمات انهم شعب عظيم وعندنا قائد عظيم، ونتمنى من الله عز وجل ان هذه المحنه يتجاوزوها هذه الساكنه ديال هذه المنطقه وديال المملكه المغربيه جميعا، لان الجميع ترعب بهذه الهزه الارضيه، وتنطلب الله عز وجل يخف عنا ما نزال، وتنطلب الله تعالى يرحم يعني الناس اللي توفوا، وتنطلب الله تعالى يشافي الناس اللي باقين في الفراش ديال المرض. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.